السلام عليكم. لما وصفاتكم هذه ان شاء الله راح نديروا الخبز بفارينة القمح الكامل. ها هي معنا، يعني تجي كامله فيها حتى هذاك يعني النخال تاعها. راح نديروا بها خبز. كاين بزاف اخوات ما عرفوش كيف يخدموا بها رغم انه طريقته سهله. اول حاجه واش راح ندير هنا، راح نستعمل هذا الكيل تاع زوج كيسان تاع الماء دافي، نص كاس تاع زيت الزيتون. حنستعمل زيت الزيتون هكذا باش يكون الخبز اكثر صحي. مغرفه كبيره مليح تاع خميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر والملح طبيعه الحال. نبداو بالسوائل، ندير هذاك الماء الدافي تاعنا مع راه البرد يعني، وندير له هذاك السكر هي مغرفه كبيره، ندير له هذاك زيت الزيتون نص كاس طبيعه الحال. ما تحبش الزيتون ديري الزيت عادي. اذا نخلطوهم مع بعض، وندير هذيك المغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، من بعد نبقى نزيد في الفارينة هكدا. غادي يتبعو ريجيم ولا يحبوا الأكل الصحي ولا راح يحبوا بزاف هذا، يعني الفارينة ديري وخلاص. وشوفوا الخبز ساهل غير بالمغرفة. نزيد كمية ونخلطو بالمغرفة، يعني طريقة سهلة وبسيطة. حنا مادابينا نحصلو على عجينة تكون تتلصق هكذا باش ينجح لنا. يعني راح ندو حوالي قريب واحد 500 غرام، يعني نص كيس فقط. انا استعملت هذه الفارينه هذه، ما بيبلي جوني يعني تعليق فارين كومبليت. اذا وباش يجيك الخبز تاعك طري لازم تخلي العجينه تلاصق. يعني شوفوا كيفاش دايره، ها هي العجينه تاعنا، شوفوا كيفاش تجينا. يعني كتبديها بالمغرفه هنا، نحبس رغم اني ما خدمتهاش بزاف، نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تخمر على الاقل 15 دقيقه. للاسف هنا تفكرت انه نسيت الملح البنات، اذا ندير كميه تاع الملح قبل ما نخليه يخمر. ندخل هذيك الخميره يعني مزيه العجينه تتلصق، ندخلها هذيك الملح هذاك، راح تكون سهله العمليه، ونخليه يخمر. بعد ما جلست على الخبز تاعي حوالي هنا، جلست عليه حوالي 15 دقيقة، لكن البرد طبيعة الحال حطيه في بلاصة يعني تكون شوية دافية. نعاود نخلط هذاك الخبز، يعني نهبط له الخمور تاعو بهالطريقة. يعني شفتي العجينة الخبز تاعك ما راحش يجي يعني خفيف. إذا نهبط له الخمور، نعاود نغطيها حتى زيت الزيتون راهي رائعة منه. نعاود نغطي هذاك الخبز ونخليه يعاود يضاعف الحجم تاعو. اذا نغطيه نخليه ونعاود نرجع لكم. بعد ما خليت ربع ساعة ثانية هنا بدا شكل الخبز تاعنا. اصلا يعني هذاك الخمور وتكسريه كأننا رانا نعجنو فيه، يعني كأننا رانا نتركو فيه. نحكم الماء، نشمخ يدي بشوية تاع الماء، طبيعة الحال الماء دافي. يعني شوفوا العجينه تاعنا تجي شاده روحها، ما تخافيش منها. اذا ندي كميه تاع العجين دوك. هنا انت شراكي حابه الخبزه تاعك، انا مانيش حابه نكبرهم، حابه نديرهم صغار هكا باش يجونا شابين. ونحكم مباشره هذيك الفارينه اللي لونت بها، ونطلع بها الخبز تاعنا، يعني نقرصوه بهذه الطريقه ونديرو في السنيوة مباشره. اذا ها هو معنا. اذا بعد ما كملت درتهم في السنيوه، اذا ما نهبطهمش بزاف هكذا باش ما يجوناش رقاق، يجونا شويه. دوك انت حسب الرغبه تاعك، حبيتيهم ملحمين حبيتيهم رقاق. اذا نفتحهم شويه، راح تجي العمليه سهله بهذه الطريقه. نغطيهم، اذا ندير لهم شويه تاع الفرينه على الوجه تاعهم بهذه الطريقه، ونغطيهم ونخليهم يخمروا. نحطهم في مكان دافي
يعني مقابل الفرن ولا نخليهم يخمروا ونعاود نرجع لكم. اذا خليته خمر شويه ما نكذبش عليكم، قابلته للشوفاج، شوف واش طلع لي. سخنت الفرن تاعي على 220 درجه. هنا راح نفهمكم مع الفرن كيفاش طيبوه. الا عندك الفرن تاعك يشعل غير من التحت يعني، ومن بعد طفي باش يشعل من الفوق، شعل يغلو غير من التحت. كي تشوفي طابلك من التحت شعلو من الفوق. عندك الفرن يشعل من الفوق ومن التحت، هذاك راح يجيك الخبز رائع. دخليه شعلو من الفوق ومن التحت، دخليه راح يطبلك الجهه الفوقانيه هو الاول، من بعد قلبيه راح يطبلك من التحت. عندك فرن مروحه شعلو من التحت وشعل المروحه راح يطبلك رائع. اذا نطيب الخبز تاعي، تسخنوا الفرن تاعكم مليح ربع ساعه من قبل ونعاود نرجع لكم. هذا وين طاب الخبز تاعي، خرجته من الفوق. ها هو معنا، شوفوا كيفاش جانا، تنفخ روعه. شوفوا كيفاش جا. اذا نخليه يبرد، نقسمه ونقدمه. اذا الخبز تاع الفرينة القمح الكامل ها هو معنا. طبعا الحال ما يجيش خفيف كيما الفرينة وحدها، لكن يجي بنين. اذا شوفوا الخبز تاعنا راني قسمته، يعني يجي طري رائع ويجي بنين، خاصه ريحه الزيت الزيتون كي كان يطيب كان يريح ما شاء الله. داروا لي ربعه تاع الخبزات، يعني شوفوا الكوب تاعهم كيفاش عامل. نتمنى انكم تجربوا الوصفه عفوا، خاصه اللي حوسوا على المقادير تاع الخبز الصحي. ها هو معنا، عملته بزيت الزيتون. جربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.